أصدقائي المستمعين، صباح قالتها بس بشكل تاني، أحبك ياني، مش بس أحبك بقى لكن فوقها ياني. يعني كلمات شعر غناء عبد العزيز سلام، ألحان الموسيقار فريد الأطرش. الكلام برضو سهل ولذيذ، بحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني وأقول أه ياني، يعني لذيذ، كلام في الظريف. يعني مثلا تلاقي أنا قلبي كتابه فتحته لك علشان تقراه، ولقيت لما وريته لك صورتك جواه، في الظريف. يعني اللحن بقى، اللحن عامله تانجو، موجودة آلة الأكورديون، يعني تانجو يعني تان طم 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 كده. أحبك ياني ولو ترعاني كده، تانجو. تانجوهايا منين؟ تانجوهايا من المنير او النهواند، يعني النهواند الدو، النهواند رسمي. يعني الكوبليهات، واحد الاولاني بياتي والتاني من مقام الحجاز، هو مش حجاز قوي الحقيقة، هو اقرب للسوزناك من الحجاز، لكن يعني خلينا للتبسيط من الحجاز. اللحن جميل قوي، من احلى الحان موسيقار فريد الأطرش، لحن لذيذ، بومبوناية حقيقي، بومبوناية جميلة قوي، وبرضو في وعي وفي ادراك وفي فهم وفي خفة ظل لحنية كمان. ولاحظوا ان هو بيرد معاها في الكورال، على فكرة موجود فعلا معاها، يعني صوته معاها في الكورال، هتلاقوه حتى بيغني، بينسى ساعات ويغني، يقول لك بحبك ياني وهم بيقولوا ياني كده، لكن فريد الأطرش يعني من حقه يغني. صباح في حالة من احلى حالاتها الغنائية، وبرضو حالة خفة دم عام كده. بصوا اتفرجوا عليها والنبي، هي بتقول وقال دول اللي هم تمارين سن البرجل دي، اللي بختار حرف في الوسط احط فيه كأني في نص الدايرة، والف حواليه رايح جاي، المسه واطلع فوق والمسه وانزل تحت، من اصعب ما يمكن غناء، هي بتقولها بسهولة شديدة جدا. المهم مع غنوة من اخف دم اغانينا العربية، احبك ياني عبد العزيز سلام فريد الأطرش. صباح. أحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني وأقول أه ياني، معك وجداني وكل حناني، وأخاف تنساني يا ياني. Thank you.
لما وريتولك صورتك جوا انا قلبي كتاب وفتحتولك علشان تقرا ولقيت لما وريتولك صورتك جوا ان جيت للحق القلب هدى وشافك ترق وقال ياني احبك ياني ولو ترق